عنوان القصة: عائلة الدجاجة دجى. لدى الدجاجة دجى الكثير من الصيصان. صيصان بنات، هؤلاء البنات، وصيصان صبيان، هؤلاء الصبيان. وهذه الدجاجة دجى. تحب الدجاجة دجى أولادها الصيصان. في أيام البرد تضم الدجاجة دجى صغارها تحت جناحيها. انظروا إلى الدجاجة دجى وهؤلاء الصيصان تحت جناحيها. وفي أيام الحر تستحم الدجاجة دجى مع أولادها برزاز الماء. هذا رزاز الماء، إنهم يستحمون تحت رزاز الماء. وهذه الدجاجة دجى. تمشي الدجاجة دجى ويمشي صيصانها خلفها. هذه الدجاجة دجى تمشي والصيصان يمشون خلفها. تبحث الدجاجة دجى مع صيصانها عن الطعام. أحيانا يجدون من الطعام الكثير الكثير. إنهم يبحثون عن الطعام، وأحيانا يبحثون ويبحثون ولا يجدون من الطعام إلا القليل. بقيت الدجاجة دجى تعلم صيصانها الصغار كيف يبحثون عن الطعام. إنها حزينة والأطفال حزينون. حتى صار الصغار شطارا يبحثون وحدهم ويجدون ويأكلون، يشبعون ويشكرون. إنهم يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الطعام. وهكذا انتهت قصتنا لليوم. إلى اللقاء.